جاي لنا لواءات من الداخلية، وموجود ناس من المستشارين، وجاي لنا ناس من الطب الشرعي والأدلة الجنائية. أنا مش جايب حد من علوم، أنا جايب الناس اللي بتشتغل في المجال. برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية هو برنامج نوعي جديد تم استحداثه، هو تقريبا الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية. تم استحداثه السنة اللي فاتت في كلية العلوم، وحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكانت أول دفعة دخلت سنة 2022، دي كانت أول دفعة. البرنامج ده يعتبر هو بداية برامج المستقبل أو وظائف المستقبل. هو إحنا درسنا السوق أصلا المستقبل، لقينا اللي فيه اختلافات كبيرة ما بين البرامج الموجودة. يعني خريج الكيمياء كان بيشتغل كذا، خريج الكيمياء والحيوان كان بيشتغل في تخصصات معينة. كان ممكن الطالب بيتخرج من عندنا من الكلية، مثلا طالب خريج الكيمياء أو خريج مثلا من كلية صيدلة، لكن هو اتخرج اتعلم المواد الأساسية لكن ما يعرفش هو هيشتغل هيعمل إيه. فاشتغلنا على الفكرة اللي هو إزاي نأهله من البداية لغاية أول ما يدخل الكلية، لغاية ما يتخرج من الكلية يقدر على طول يروح المصلحة الطب الشرعي. فبدأنا نصمم المواد التعليمية بتاعتهم من المستوى الأول اللي هي بنسميها كانت المسمى القديم بتاعها سنة أولى، إلى المستوى الأخير بتاعهم اللي هو كان سنة رابعة في التعريف القديم في كلية العلوم، بحيث إن المواد تبدأ تشتغل. اللي هو يدرس لا مش كيمياء فقط، الكيمياء وعلاقتها مع السموم، الكيمياء وعلاقتها مع التزوير، الكيمياء وعلاقتها مع الصبغات اللي بتستخدم في تزوير الأحبار، وهكذا نبدأ نعدل في القوانين. لقينا برضو إن البكالوريوس بوضعه القديم كان تقليدي، ما كنتش تقدر تطلع منه بمعلومة جيدة، أو كان مقفول على الكلية، مقفول كلية تجارة تدرس للتجارة، كلية حقوق تدرس للحقوق. البرنامج ده شبه برنامج بيسموه برنامج بيني، أنا عندي دكاترة من كلية حقوق بيجوا يدرس، لأن الطالب أو خريج الأدلة الجنائية محتاج يعرف يعني إيه القانون الجنائي، يعني إيه القانون العام، ياخد معلومات عنه. برضو في اللي هي الجرائم بتاعة التزوير الإلكترونية، ليه جرائم الانترنت والكلام ده كله، ازاي الطالب يقدر يتعامل معاه، يبقى هو محتاج يدرس برمجه. طب مين افضل حد ممكن يدرسه البرمجه؟ الكليه حاسبات ومعلومات. عندنا مثلا في بعض السنين هيدرس دراسه جدوى، عنده دراسه جدوى ماده في سنه 4 دراسه جدوى. انا الطب الشرعي هو حتى بمسمى الطب الشرعي هو مش هيطلع طبيب، احنا فاهمين دي، هو الادله الجنائيه مختلفه عن الطبيب الشرعي، لكن هو محتاج يقدر مثلا يفهم الميتابوليزم بتاع الادويه في الجسم، الميتابوليزم بتاع السموم في الجسم، يبقى لازم يدرس الطب الجزئي، فلازم يبقى استاذ دكتور في كليه الطب هو اللي يدرسه الطب الجزئي. يعني زي ما بيقولوا في المثل، ادي العيش لخبازه، كل واحد يجي يشتغل الشغلانه اللي هو متمارس فيها ويشتغل عليه. وده التوجه بتاع الدوله اللي هم بيسموها وظائف المستقبل. انا بعمل دورات تدريبيه كل ترم، يعني احنا بدانا الترم يعني السنه الاولى طبعا ما قدرناش نعمل دورات في الاول، لكن دلوقتي انا عندي دوره تدريبيه يوم 23/9 دي، يعني اللي هي العنوان بتاعها الكيمياء الجنائيه وتحقيق العداله. الدوره دي جاي لنا لواءات من الداخليه، وموجود ناس من المستشارين، وجاي لنا ناس من الطب الشرعي والأدلة الجنائية. أنا مش جايب حد من علوم، أنا جايب الناس اللي بتشتغل في المجال، يدوا شهادات إنك أنت اتعلمت. أنا هنزل له 3 حاجات معينة، أنا هعلمه إزاي يتعامل مع السموم، إزاي يتعامل مع العملات المزيفة، إزاي يتعامل مع البصمات. ده اللي إحنا هنشتغل عليه في شهر 9. أنا هديله شهادة إن هو حضر دورة تدريبية في الـ3 مجالات دولا معتمدة من جامعة المنصورة.